بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. تعلمون باني لا اضع كثيرا المواضيع الخاصة بالربح عبر الانترنت على القناة بالخصوص، والا اذا كان يعني شيء سوف يغير حياتك، هذا ما اؤمن به انا شخصيا. بالتالي اتيت لكم بفكرة اخرى من استنتاجي الشخصي ومن تجربة شخصية لمدة شهر كامل، والربح الذي حققته من خلال يعني هذا الموقع اخواني الكرام. لكن قبل ان نشرح الفكرة والتي بطبيعة الحال جاءت مني انا شخصيا، فاريد ان اذكر بان موضوع الربح عبر الانترنت الذي وضعته من قبل ايضا قبل شهر تقريبا حول التطبيق والذي يحقق لك ايضا مبالغ مالية كبيرة جدا بسهولة، فيعني الحين يعني ليس علي ضغط كبير جدا، ويمكن لكم استعمال التطبيق. فقط غيروا الموقع الجغرافي اخواني الكرام بالتطبيق الذي وضعته في الموضوع في كل الاحوال، سوف تجدون الرابط اسفل الفيديو وانصحكم ايضا به. لكن يعني في هذا الموضوع اخواني الكرام فالفكره مغايره، يعني غير موجوده عبر الانترنت او لم يشرحها من قبل اي شخص، جاءت من استنتاج الشخصي وعن تجربه شخصيه، وجدت بان الموضوع مربح بشكل كبير فاحببت ان اشاركها معكم. لكن حتى لا اطول معكم اخواني الكرام، سوف نمر مباشره الى فقره اعلانيه ثم نذهب الى شرح الطريقه. هذا الفيديو برعاية برنامج دكتور فون. دكتور فون هو برنامج تستطيع من خلال استرجاع جميع البيانات في هاتفك، عمل الروت لهاتفك، عمل يعني إزالة النمط أو الكود يعني للقفل الشاشة الخاص بالهاتف، فتح الهاتف لاستعماله بكارت سيم أخرى إلى غير ذلك، مجموعة من الأشياء يمنحها لك يعني هذا البرنامج. المهم سوف تجده أسفل الفيديو. طيب باختصار إخواني الكرام لن أطول عليكم كثيرا حتى لا يكون الفيديو ممل، سوف أوصل لكم الفكرة المربحة، فهي في اختصار هي تجارة مربحة بهذا المفهوم. طبعا التجارة مربحة عن تجربة شخصية وعن استنتاج شخصي وعن نقود يعني لمستها بنفسي، أرباح لمستها بنفسي. فيعني هذا الموقع إخواني الكرام، وأريد أن أذكر بأنه أقسم بأنه ليست دعاية للموقع، في الأخير هو سوف يستفيد من هذا الفيديو كما سوف تستفيدون أنتم أيضا. هذا الموقع إخواني الكرام إذا دخلت وبحثت فيه يعني عن منتوج أو هاتف أو جهاز لشركة معينة، مثلا الشركات المعروفة كسامسونج أو أبل إلى غير ذلك، سوني إلى غير ذلك، سوف تجد بأنه الأثمنة الخاصة بالهواتف فيه منخفضة بشكل كبير وكبير جدا. لاحظوا معي، مثلا انا شخصيا طلبت هذا الهاتف مرتين وبيعته بثمن كبير وكبير جدا. لاحظوا معي بانه 358 اورو لهاتف جالاكسي S7 Edge، وفي الاصل يعني هذا الهاتف يمكن ان تبيعه حتى ب 420 اورو. لماذا؟ لانه هذه الهواتف عندما يتم ارسالها لك اخواني الكرام فهي تكون يعني شبه جديده، يعني فهو يتم تجديدها من خلال الشركات ويتم بيعها هذا الموقع إخواني الكرام، بحيث أنه عندما تتوصل بالهواتف تكون في علبتها، تكون يعني بالبلاستيك الخاص بها وكأنها جديدة، يعني لن يتهيأ لأي شخص بأنه هاتف تم استعماله ليس بها أي مشاكل، وهواتف أصلية 100%. وركز على النقطة إخواني الكرام، على ذمتي أصلية 100%. ثم يعني هذه التجارة إخواني الكرام استنتجتها بعد أن دخلت إلى أحد المواقع عبر الأنترنت الموجودة في إسبانيا، والذي من قبل يعني كنت أبيع فيه بعض الأجهزة. فهذا الموقع يعني يتم بيع فيه الأجهزة المستعملة، فمثلا كتبت يعني حتى أتأكد يعني الثمن، كتبت جالاكسي 7 Edge، ثم بحثت عنه ووجدت يعني بأنه الثمن مرتفع، مثلا 450، وهذا هاتف مستعمل استعمله شخص لعام كامل أو أكثر أو أقل ويريد بيعه، أحيانا حتى العلبة ليست موجودة فيه. 450 أورو، هذا الهاتف فيه بعض الخدوش، يعني 480 430 495، هذه شركة تبيع الهواتف لكن يجب عليك دفع مبالغ أبارتي، يعني مبالغ فوق يعني هذا المبلغ الخاص بالهاتف إلى غير ذلك، 450 إلى غير ذلك إخواني الكرام. بالتالي فاستنتجت لماذا أشتري الهواتف من هذا الموقع وأبيعها بثمن مرتفع، يعني خصوصا أن الهواتف تأتي وكأنها جديدة إخواني الكرام، لن يتهيأ أي شخص بأنها مستعملة. طبعا يعني 358 ل 450 فثمن كبير جدا من الارباح. فانا شخصيا ما اقوم به، اقوم بنشر يعني على هذا الموقع في اسبانيا
المبلغ 420 أورو، يعني يكون منخفض عن الأثمان الموجودة في كل الهواتف. وأقول بأنه شبه جديد، يعني لا أكذب صراحة على الناس، يعني استعمل مرة وشي من هذا القبيل، لأن الشخص عندما سوف ألتقي معاه يعني فأضع طبعا الرقم الهاتف ويتصل بي فأعطيه الهاتف، لا يشك بأنه يعني هاتف مستعمل إخواني الكرام. بالتالي كل ما عليكم فعله أنتم أيضا حتى تربحون بسرعة كبيرة جدا من خلال هذا الموقع، أنكم تشترون يعني الهواتف أو هاتف في الأول وتجرب، ثم تبيعه في مدينتك عن طريق المعارف أو عن طريق المواقع الخاصة بالبيع في الدولة التي تسكن فيها إخواني الكرام. ففي شهر في شهر واحد يعني شهر 7 المنصرم، اشتريت في الأول هاتف دورادو يعني ذهبي، يعني هاتف جالكسي 7، وبعته ب 420 أورو. بعته صراحة، أنا شخصيا لم أبحث عن الشخص الذي سوف يشتري، ولكن نشرته هنا في 24 ساعة بعته. اتصل بي شخص ويعني حددنا موعد ومكان والتقيت به وأعطاني الفلوس يعني وأخذ الهاتف 420 ل 468، لاحظ معي الربح. هاتف آخر بعته إخواني الكرام بعد ذلك مباشرة، حتى شاهدت بأنه فيه أرباح. طلبت الحين يعني هاتفين وسوف أريهم لكم يعني إن شاء الله فور أن أتوصل بهم. طبعا يعني من قبل لم أصور لأني أريد أن أجرب يعني هذا الأمر، يعني فبعد أن جربته وأتتني فكرة أن أنشر لكم هذا الفيديو حتى تستفيدوا منه إخواني الكرام. بالتالي كانت هذه فكرة يعني هذا الفيديو، وأتمنى أنه قد سوف تستفيد منكم. طبعا هل يمكن لك تطوير هذه التجارة عندما تشاهد الأرباح؟ فيمكن لك طلب عدد أكبر من الهواتف وبيعها، يعني ويكون الأرباح كبيرة جدا، قد تصل حتى 500 دولار في الشهر أو أكثر يعني من ذلك، يعني إذا اشتريت عدد هواتف كبيرة كثيرة إخواني الكرام. طبعا أريد أن أذكر بأن الهواتف أصلية 100%، ليس بها مشاكل إخواني الكرام، تأتي وكأنها جديدة. وفي هواتف أيضا للآيفون، يعني يمكن لك فقط البحث عن الهواتف. بالنسبة لهواتف الآيفون، أريدكم أن تركزوا، يعني فمثلا هذا الهاتف اس 6 أو اس 6 آيفون 6، فأحيانا يجب عليك قراءة بأنه تم تعطيل عليه، قاموا بتعطيل عليه يعني خاصية البصمة. فيجب عليكم فقط في هواتف ايفون ان تنتبهوا جيدا، فياتي الهاتف كانه جديد، يعني لن يتهيأ لاي شخص بانه قديم او مستعمل، ولكن يعني هنا تركزون جيدا بان في على هواتف يقول لك بانه تم قاموا بتعطيل فيه خاصية البصمة. في هواتف ابل يعني هذا النقطة يعني فيها كثيرا، بالتالي عليكم قراءة. فكل ما عليكم فعله البحث هنا، سوف أضع لكم صراحة رابط لبعض العروض الموجودة فيه، يعني وهكذا يمكن لكم يعني أن تربحون كبيرا أو كثيرا إخواني الكرام. فكان هذه استنتاجي الشخصي وتجربتي عن تجربة صراحة. أتمنى أن الدرس قد أفادكم وسوف يغير حياتكم. الرابط سوف تجدون أسفل الفيديو كما العادة، ورابط أيضا الشرح الخاص بالتطبيق الذي شرحناه والذي سوف يغير هو الآخر حياتك سوف تجدون أسفل الفيديو. لست سابع منا بالضغط على اللايك ومشاركة هذا الفيديو حتى يستفيد ناس آخرون منه، وانتظرني يعني في الدرس الثاني لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.